تقرير أدريس ريسولوشن بروتوكول إعداد الطالب عهد أحمد جاسم بإشراف الأستاذ أحمد ستار ساجد. نجي على مقدمة حول الموضوع الـ ARB. الـ ARB هو أحد البروتوكولات الرئيسية في دعوة الـ TCP والـ IP، والغرض من الـ ARB هو تعيين عنوان الـ IPv4 الـ 32 بت، العنوان المنطقي إلى العنوان الفعلي اللي هو 48 بت ماك شبكة الاتصال. تستخدم التطبيقات في طبقة التطبيقات عنوان الـ IPv4 للتواصل مع جهاز آخر، ولكن في طبقة ارتباط البيانات يكون العنوان هو عنوان الماك 48 بت العنوان الفعلي، ويتم نسخ هذا العنوان في بطاقة الشبكة بشكل دائم. الغرض من الـ ARB هو معرفة عنوان الماك الخاص بجهاز في الشبكة المنطقة المحلية اللي هي LAN الخاص لعنوان الـ IPv4 للتطبيق المقابل للشبكة. نجي على كيفية عمل الـ ARB. عندما ينضم كمبيوتر جديد إلى شبكة اللان اللي هي الشبكة المحلية، يتم تعيين عنوان IP فريد لاستخدامه في التعريف والاتصال. عندما تصل حزمة موجهة إلى جهاز المضيف على شبكة اللان محددة إلى البوابة، تتطلب البوابة من الـ ARB برنامج العثور على عنوان الماك يطابق عنوان الـ IP. يحتفظ الجدول يسمى ذاكرة التخزين المؤقت الـ ARB بسجل لكل عنوان IP وعنوان الماك المطابق الخاص به. تحتفظ جميع أنظمة التشغيل في شبكة الـ IPv4 Ethernet بذاكرة تشغيل مؤقت اللي هي الـ ARB في كل مرة يطلب فيها المضيف عنوان الماك لإرسال حزمة إلى مضيف آخر في شبكة اللان المحلية. يتحقق من ذاكرة التخزين المؤقت للـ ARB لمعرفة إذا كانت ترجمة عنوان الـ IP إلى الماك موجودة بالفعل. إذا كان الأمر كذلك، فإذا طلب الـ ARB جديد غير ضروري، إذا كانت الترجمة غير موجودة بالفعل فسيتم إرسال طلب عناوين الشبكة ويتم تنفيذ الـ ARB. يقوم الـ ARB ببث حزمة طلب إلى كافة الأجهزة الموجودة على شبكة اللان، ويسأل إذا كان أي من الأجهزة يعرف أنه يستخدم عنوان الـ IP هذا. عندما يتعرف الجهاز على عنوان الـ IP كعنوان خاص، فإنه يرسل رداً حتى يتمكن الـ ARB من تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للرجوع إليها في المستقبل ومتابعة الاتصال. يمكن للأجهزة المضيفة التي لا تعرف عنوان الـ IP الخاص بها استخدام بروتوكول ARB اللي هو العكسي للاكتشاف. حجم الذاكرة التخزين المؤقت للـ ARB هي محدودة، ويتم تنظيفها بشكل دوري من كافة الإدخالات لتوفير مساحة أكثر، وتميل عناوين البقاء في ذاكرة التخزين المؤقت لبضع دقائق فقط. تسمح التحديثات المتكررة للأجهزة الأخرى في الشبكة بمعرفة متى يقوم المضيف الفعلي بتغيير عنوان الـ IP المطلوب في عملية التنظيف، حيث يتم حذف الإدخالات غير المستخدمة بالإضافة إلى أي محاولات فاشلة للتواصل مع أجهزة الكمبيوتر التي لا تحمل حاليا. نجي إلى الـ Inverse ARB and Reverse ARB اللي هو المعكوس والغير معكوس. هنا يتم استخدام البروتوكول تحليل عناوين المعكوس للحصول على عناوين طبقة الشبكة، على سبيل المثال اللي هي عناوين الـ IP للعقد الأخرى من عناوين طبقة ارتباط البيانات اللي هي تكون الطبقة الثانية. ويتم استخدام في المقام الأول في شبكات ترحيل الإطار اللي هي DLCI وشبكات الـ ATM، حيث يتم في بعض الأحيان الحصول على عناوين الطبقة الثانية للدوائر الافتراضية من إشارات الطبقة الثانية، ويجب أن تكون عناوين الطبقة الثالثة المقابلة متاحة قبل أن يمكن استخدام هذه الدوائر الافتراضية.
نظراً لأن الـ ARB يترجم عناوين الطبقة الثالثة إلى شنو؟ إلى عناوين الطبقة الثانية. يمكن وصف الـ NARB على أنه معكوس. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ الـ NARB كملحق بروتوكول للـ ARB. يستخدم نفس تنسيق الحزمة مثل ARB ولكن رموز تشغيل مختلفة. البروتوكول عكس العنوان العكسي اللي هو الـ RARB أو الـ ARB. مثل الـ NARB يترجم عناوين الطبقة الثانية إلى عناوين الطبقة الثالثة. ومع ذلك في الـ NARB تستعلم المحطة الطالبة عن عنوان الطبقة عن عنوان الطبقة الثالثة لعقدة أخرى، في حين يتم استخدام الـ RARB للحصول على عنوان الطبقة الثالثة للمحطة نفسها لأغراض تكوين العنوان، وهو الـ RARB. هسه هنا نجي للبروتوكيشن اللي هي خصائص. هي طبعا تتضمن سبع خطوات، اللي هي اول خطوة يعرف المرسل عنوان IP الهدف. النقطة الثانية اللي هي يطلب IP من ARB انشاء رسالة طلب ARB وملأ البيانات الفعلية للمرسل والعنوان IP للمرسل وعنوان IP للهدف. الهدف في الفيزياء يتم حقل العنوان بالأصفار. النقطة الثالثة اللي هي يتم تمرير الرسالة إلى طبقة ارتباط البيانات، حيث يتم تغليفها في إطار باستخدام العنوان الفعلي للمرسل كعنوان المصدر وعنوان البث الفعلي كعنوان الواجهة. النقطة الرابعة اللي هي يتلقى كل مضيف أو جهاز توجيه الإطار، نظرا لأن الإطار يحتوي على عنوان وجهة البث، وتقوم جميع المحطات بإزالة الرسالة وتمريرها إلى الـ ARB، وجميع الأجهزة باستثناء الجهاز المستهدف تسقط الحزمة الآلة المستهدفة. النقطة الخامسة اللي هي يرد الجهاز الهدف برسالة رد الـ ARB تحتوي على عنوانه الفعلي، الرسالة تكون أحادية هنا. النقطة السادسة اللي هي يتلقى المرسل رسالة الرد ويعرف الآن العنوان الفعلي للجهاز الهدف. النقطة السابعة يتم تجميع مخططات بيانات IP الذي يحمل بيانات الجهاز المستهدف في إطار وهو أحادي الإرسال إلى الواجهة. هسه هنا نجي للـ ARB spoofing and ARB catch bossing، اللي هو الـ AR اللي هو انتحال ARB وتسمم ذاكرة التخزين المؤقت. يجب أن تكون أي شبكة محلية تستخدم ARB حذرة من انتحال الـ ARB، ويشار إليه أيضا باسم تسمم الـ ARB أو تسمم ذاكرة التخزين المؤقت الـ ARB. انتحال الـ ARB هو هجوم على الجهاز، يقوم في أحد المخترقين ببث رسائل الـ ARB خاطئ عبر شبكة محلية من أجل ربط عنوان الماك للمهاجم بعنوان الـ IP الخاص بجهاز كمبيوتر أو خادم شرعي داخل الشبكة. تم إنشاء ارتباط يمكن للكمبيوتر المستهدف أرسال أطارات مخصصة للوجهة الأصلية للكمبيوتر المتسلل، أو بالإضافة إلى أي بيانات مخصصة لعنوان IP الشرعي. يمكن أن يكون لانتحال ARB تأثيرات خطيرة على الشركات عند استخدامها بأبسط شكل من الأشكال، ويمكن للهجمات انتحال ARB للسرقة معلومات حساسة، ومع ذلك يمكن أن تتجاوز الهجمات ذلك أيضا وتسهل الهجمات الخبيثة الأخرى. ذلنا ثلاث نقاط عندنا اللي هي المين in the middle attack والdenial of service attack واللي season king.